على السنة الرابعة للتوالي. مشاركة جمعية الإمارات للتصوير الضوئي في مهرجان إكسبوجر الدولي تأتي بمثابة تكريم خاص لنا كنحنا كجمعية ولأعضاء الجمعية اللي هم أصلاً نعتبرهم هم أساس وجزء مهم لهذه الجمعية ولأهداف الجمعية، وخاصة أن هي تحتفي كل سنة بالمصورين من خلال هذا المعرض بعرض نتائجهم أعمالهم في هذه المنصة. المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر من أهم المهرجانات الآن صارت باتت عربياً إقليمياً ودولياً، لأنها تتيح لنا فرصة كبيرة للقاء بمصورين عالميين على مستوى العالم في قلب إمارة الشارقة، وطبعا هذا الأمر يعزز أيضا تبادل الخبرات والثقافات ما بيننا نحن كمصورين محليين مع العالميين والعربية والإقليميين.